حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين من الشائعات التي يروج لها البعض، وأشار الرئيس السيسي إلى أن الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كما كبيرا من الشائعات. من فضلكم انتبهوا جدا، لأن طبعا في الفترة ديت ويمكن خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا. ما هو انتبهوا ان انتوا اللي واقفين دلوقتي يا مصريين. مش عايز ازيد في الكلام كتير، لكن المفكرين والمثقفين والاعلام واضح المهمه بالنسبه له وواضح الخطر بالنسبه له. عمليه الكذب زي ما بقول كده والشائعات اللي بتطلق هنا وهنا واتهامات مش ليس لها والله أساس من الصح كلها.